أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مقر عملي كان في مربض للإبل، فهل يقول في مربض للإبل، يقول فهل تجوز الصلاة فيه؟ نعم تجوز الصلاة فيه، لكن إذا كنت تخشى أنها تأتي الإبل وتخشى منها أنها تصيبك فلا، أما إذا كانت بعيدة ولا يصلى في مكانها لا بأس، طاهر. نعم.